في إطار العلاقات الدبلوماسية التشادية الجزائرية، فقد التقت أمينة الدولة لشؤون الخارجية والتعاون الدولي إيزابيل حسني كاسيري بسفير دولة الجزائر أمور فيريتا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرا لبلاده لدى جمهورية تشاد. وقد أشادت أمينة الدولة لشؤون الخارجية والتعاون الدولي إيزابيل حسني كاسيري بالجهود التي بذلها السفير أمور فيريتا خلال فترة مهمته الدبلوماسية في البلاد، والتي أسهمت في تعزيز أواصر التعاون والأخوة والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وفي السياق، ألقى سفير دولة الجزائر المنتهية فترة عمله بالبلاد كلمة مشيدا فيها بجهود الحكومة التشادية وعلى حسن المعاملة والتسهيلات التي واجهها في العمل الدبلوماسي. طيب، الحقيقة أنا لم أجد أي صعوبة، بالعكس وجدت كل الدعم وكل المساعدة والاستعداد من جانب الإخوة وعلى جميع المستويات في وزارة الشؤون الخارجية، وأنا أفتخر بهذا المستوى من التعاون، وأقدم كل الشكر الجزيل لهم، وأنا متأكد أن من سيخلفني يجد نفس الدعم والاستعداد للدفع بالعلاقات الثنائية الجزائرية التشادية. هذا وقد ذكرت أمينة الدولة لشؤون الخارجية والتعاون الدولي متمنية له التوفيق والنجاح ولجمهورية الجزائر دوام التقدم والرفعة والازدهار.